بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سوبر بلس موديل 2022 اس زد. العربيه الكامله اللي اكتسحت السوق بنسلمها للحاج عادل من محافظه القاهره. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه، ايه رايك في العربيه ورايك في الكماليات اللي فيها؟ والله عربيه كويسه جدا. هي عربيه كويسه جدا. تمام، ايه الكماليات اللي فيها اللي عجبتك وشدتك فيها؟ الجنوط اللي عجباني والانذار. تمام، العربية كاملة يعني. كويسة، وفيها جهاز، فيها جهاز كهرباء، وفيها سنتر حلو. عربية كويسة، شنطة وكاوتش عريض. مظبوط، كاملة يعني. عربية كاملة. تمام، كويسة. تمام، انت كنت جاي تاخد العربية العادية ولا كنت جاي تاخد اللي هي السوبر بلس؟ والله انا كنت جاي اخد العربية العادية. بس العربية السوبر بلس دي عجبتني لما شفتها، شددك يعني. فيها جنوط بقى، انا لسه هركب جنوط للعربية العادية ديت. دي جاهزة. تمام، دي جاهزة، جاهزة معاك على الشغل. هروح ارخص العربية وامشي بيها على طول. ربنا يبارك لك. طيب، حابينك برضه خدتك تقول رأيك في المعاملة بتاعت الناس اللي موجودة داخل المعرض. والله انتوا ناس محترمين ومعاملة كويسة جدا. تمام قوي، يعني بالأمانة يعني. حد أثر معاك في حاجة؟ لا والله. انت جيت يا حاج من امتى؟ جاي اسبوع كده سيبت العربية، الفلوس بتاعت العربية خدتك وتمنها وخدت إيصال. من شهر سبت الفلوس وقلت انا هاجي دلوقتي اخد العربيه، خدتك بالورق بتاعها. ما انا سالت عليك وقالوا لي ناس مضمونين جدا. تمام، ولو عملتكم لقيتكم فعلا الناس مضمونين جدا. كان عندك الثقه والامان انك تسيب الفلوس وتمشي؟ بصراحه تمام، بصراحه ان انتوا شكلكم ناس شبعانه يعني. ربنا يبارك لك يا حاج. حقيقه يعني. وجيت لقيت العربيه بالورق بتاعها جاهز في ميعادها ومختومه في ميعادها. تمام، وهتاخد بالورق والعربيه وتطلع ترخص الصبح ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. تمام ان شاء الله. طب حابينك دلوقتي تقول كلمه برضه للناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب، تقول لهم ايه؟ والله الناس دول ناس كويسين جدا وناس 10 على 10، واللي عايز يجي يشتري عربيه من نوع تشتري بقلب جامد وما يخافش، وربنا يسهل ان شاء الله. انت سبت فلوسك من امتى؟ تيجي شهر بامان ونيه صافيه. اصل انتوا يا باشمهندس ناس كويسين. ربنا يبارك. سيب وانا مطمئن، انتوا ناس كويسين. وجيت لقيت العربيه والورق جاهزين. ده زي ما توقعت، ان انتوا ناس كويسين، طلعتوا فعلا ناس كويسين. ربنا يبارك لك يا حاج. تنصح اي واحد ان ياخد عربيه سوزوكي يجي ياخدها منين؟ من هنا، من غصن الزيتون. تمام، ارض الممنوعات. مظبوط. تمام، مظبوط. في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديك خيرها وفيك شرها بمشيئه الله. امين يا رب العالمين. امين. ماشي يا حاج. الحاج محمود رمضان حاب يشارك معانا في حاجه؟ الله يبارك لك يا عم، ربنا يصلح حالنا وحالكم. اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان موديل 2022 سوبر بلس اس زد، العربيه الكامله اللي اكتسحت السوق، بنسلمها للاستاذ سيد من محافظه الجيزه. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه، ايه رايك في العربيه؟ العربيه بسم الله ما شاء الله كامله من مجاميعه. ايه الامكانيات اللي عجبتك اللي فيها؟ سنت اللوك، ازاز كهرباء، كل حاجه كامله نازله، امكانيات اول مره تنزل. فيها منظومه كمان امان ضد السرقه. فيها ضد السرقه وضد اي حاجه، اي حد يركبها، اي حرام ولا حد يجري، اقدر ابطل العربيه وهو راكبها بالريموت. تمام اهو. وفيها سنتر كمان قدام وورا. وفيها سنتر كمان قدام وورا، دي فعلا، دي حقيقه فعلا. تمام، يعني سنتر قدام بس؟ لا، سنتر قدام وورا. سنتر قدام وورا فعلا، دي حقيقه فعلا. دي الحاجات دي الملحوظه اللي انا برضو لاحظتها برضو. تمام، هنا برضو في المعرض برضه، او في العربيه اللي لسه نازله جديد برضه. والعربيه برضه فيها معاك ثلاث ريموتات. وثلاث ريموتات برضه. يعني لا قدر الله واحد ضاع، واحد اختفى، معاك اثنين تاني سبير استلم. معايا اثنين فعلا. تمام قوي. طب ايه رايك بقى في المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض؟ لا بصراحه المعامله جميله جدا، وناس مرحبين من اول ما دخلت. معاك فلوس خد وامشي، ما معاكش فلوس برضه خد وامشي برضه، وكده كده هتجي لنا برضه والحاجه بتاعتنا برضه في اي وقت. خدت العربية اللي انت عايزها؟ خدت العربية اللي انا عايزها. تمام، حد يأثر معاك في حاجة؟ لا بصراحة المعاملة هنا والناس هنا الاستقبال بتاعهم حلو جدا، كفاية معاملتهم يعني بصراحة. تمام. طيب حابينك برضو تقول كلمة دلوقتي للناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، تقول لهم ايه؟ لو حبيت تشتري غصن الزيتون مقابلة مفيش بعد كده، معاك هتاخد، ما معاكش برضو هيدوك برضو، والناس برضو مهودة برضو معاهم، وبيقربوا المسافات في اي حاجه يعني. طيب انت كنت جاي في الاول تاخد العربيه العاديه اللي هي ورانا دي. دي حقيقه فعلا، كماليات، دي حقيقه فعلا. انما لما شفت العربيه دي عجبتك؟ شفت العربيه دي عجبتني، فيها طقم جنوط وفيها سنتر لوك كامل الاربع بيبان، وفيها حاجات يعني ضد السرقه، فيها حاجات مميزات كتير، دي عندي تختلف كتير يعني بصراحه. تمام قوي. طيب
حابين برضه نتعرف مع استاذنا الكريم كده. اسم كريم ايه؟ حبيبي محمد. عامل ايه يا حاج محمد؟ الحمد لله حبيبي حبيبي. منور هنا في معرض وطن الزيتون. الله يخليك يا حاج نور. الله يخليك يا حبيبي. حابينك برضه تقول لختك تشاركنا برايك كده وتقول رايك في المعامله بتاعت الناس. انا بتعامل الله اكبر مع الحاج سيدنا مؤذن الزيتون بقالي سنين بسم الله ما شاء الله. ناس كرماء وناس مقابلتهم تشرف وناس مقابلتهم حلوه وناس كويسين جدا واخر ذوق واخر اخلاق وبسم الله ما شاء الله عرفتهم حلوه جدا في كل العربات اللي بناخدهم عنده. مش هشوف وقسما بالله من وزي الزيتون على كل خير. عرفتهم حلوه مقابلتهم جميله ناس 10 على 10 معاك هتاخد ما معكش هتاخد بيراحوك في كل القسط وناس الله اكبر عليهم. تمام بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني ايه رايك في العربيه؟ عربيه بسم الله ما شاء الله. انا كنت داخل والنيه لله ان انا اخد عربيه فاضيه العاديه. دخلنا العربيه الله اكبر اللي هي بالبصمه عربيه الله اكبر السنتر ورا وسنتر قدام عربيه كامله متكمله عربيه بسم الله طقم جنط عربيه بسم الله ما شاء الله ضد السرقه ان لو حد سرقها ممكن اتحكم فيها ان انا ابطلها في اي وقت اللي احوز في اي وقت. مزبوط. عربيه جميله 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 يعني. تمام بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحمد لله رب العالمين. قبل ما نختم بقى حابين نسال الاستاذ عبد الله انت هنا فين يا حاج عبد الله؟ في ارض الممنوعات. في ارض الممنوعات. مبسوط يا حاج عبد الله؟ ماشي يا حاج عبد الله. في النهايه بنتمنى من ربنا خاتك ان يديكوا خيرها وفيكوا شر بمشيئه الله ويستر طريقكم كده ان شاء الله. يا رب. ماشي يا حاج. ماشي يا حاج. انا رحيم معاكم اخوكم نور الحائم من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سوبر بلس اس زد موديل 2022 عربيه جديده. العربيه الكامله اللي اكتسحت السوق بنسلمها للاستاذ احمد الديب من محافظه القاهره. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه ايه رايك في العربيه؟ تمام الحمد لله. تمام خدت العربيه الكامله؟ خدتها الحمد لله. ايه اللي بقى العربيه الكامله ايه اللي موجود فيها زياده عن العربيه العاديه؟ طقم شنطه وكاوتش عريض وفيها وحده فص ضد السرقه فيها. تمام هتاخد شريط لاصق في الجنب. تمام طيب حابين نعرف رايك في المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض. 100 100. حد اثر معاك في حاجه؟ لا تمام. تمام مش حد اثر معاك في اي حاجه؟ لا لا 100 100. دفعت واستلمت وانت واقف على طول؟ مظبوط. محدش قال لك ادفع الفلوس وتعالى بعد يومين استلم والكلام ده؟ لا 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 دفعت واستلمت على طول؟ الحمد لله. طب الاستاذ الكريم برضه حابين نتعرف عليك. محمد ابو سلام. ماشي يا حاج محمد. حابين برضه نعرف رايك في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايك في العربيه. ناس محترمه وناس في الله يكرمهم كان الناس احسن ناس يعني متعامله ودفعنا الفلوس واحنا واقفين واستلمنا العربيه فوري. محدش اثر معاك في اي حاجه؟ لا لا مفيش اي حد اثر معايا. تمام وخدت العربيه الكامله اللي انت قلتها؟ خدت العربيه كامله فيها مميزات مش موجوده في اي عربيه ثانيه خالص. وحده الفصل ديت والجنوط والكماليات بتاعتها والامكانيات بتاعتها مش موجوده في اي عربيه ثانيه. تمام حابينك برضه الناس اللي بتتابعنا دلوقتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تقول لهم كلمه تقول لهم ايه؟ يا ريت اللي يفكر يشتري عربيه يشتري العربيه دي يجي ياخد عربيه سوزوكي فان. سوزوكي فان من معرض غصن الزيتون. ربنا يبارك لك يا استاذ. في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديكوا خيرها وفيكوا شرها بمشيئه الله. امين يا رب. ماشي يا حبيبي. سلام يا حبيبي.